والدي محمد سليمان السودي الروسان من يوم يومه مزارع وبيحب الأرض، عنده حب للأرض وانتماء عالي الوتيرة بالنسبة للزراعة، وهذا السبب يعني ممكن أدخل هذا الموضوع. ولهذا السبب أنا يعني درست زراعة من وراء يعني تشجيع الوالد، واللي هو أصر إنه أنا أدرس زراعة. لا ممتاز، حتى لون الورق اختلف، يعني هاي كانت السنة الماضية سيئة جدا. هاي المنطقة اللي احنا فيها اللي هي من أراضي بني كنانة، وبالتحديد منطقة المخيبه التحتة. هاي كانت أرض يعني تقريبا والدي اشتراها بنهاية 1969 لبداية السبعينات، قطعة واحدة من حدود الوادي لنهر اليرموك للأحراج للحرجية، تقريبا مساحتها 40 دنم. هذول الأربعين دنم طبعا استصلحنا فيهم، وكانت طبيعة الحجار فيها سودة، بركانية سودة، ومرات عديدة يعني بهالأيام مثل ما احنا شايفين هون مزروع فيها كوسة، والجزء العلوي منها اللي هو بامية. سريعاً أنشأوا هاي القناة اللي ردت مرت من جنب الشارع من منطقة الحمه لغاية النفق اللي موجود على قناة الملك عبد الله. هاي القناة دخلوا فيها المياه ونزلت على الأساس إنه تظلها في الجانب الحدود الأردنية، فكانت ممنوعة إنه نستغل المياه، خلص هناك بدنا نحطها بالملك عبد الله، لكن ما سوينا يعني إجراءاتنا اللي أقدر أنا أسحب مية من القناة اللي مارة من أرضي، هذا يعني بالمنطق مية مارة من أرضي وأنا ما تخلينيش أشرب منها، هذا مش معقول. غيرنا النمط الزراعي اللي موجود من زراعة بامية وبعض الخضروات وكوسة لأشجار الحمضيات والجوافة، لأنه هاي منطقة مناسبة، الأرض مناسبة، وجدنا المياه اللي هو الري التكميلي بالصيف من خلال البركة، استثمرنا فيها لغاية 4 سنوات أو 4 سنوات ونص، تفاجأنا أنه صار في اتفاقيات سلام واتفاقيات المياه و اللي أجرت معاها بيننا وبين الصلح، بيننا وبين معاهدة السلام. طلع قرار بعد ما صارت اتفاقيات السلام والقناة هاي بيوم وليلة بطل يجيها مية، وبطلت خسرت كل يعني اللي استثمرته بهذيك المنطقة. مش بس أنا، في عندي ناس كثير اللي حوالي من بعض المزارعين حاولوا يحطوا بيوت بلاستيكية، شوية مثلا مزارع أسماك صغيرة، فتأثرت كل المنطقة بسبب الاختلافات هاي اللي صارت. كان في عنا إشي بعدين بطل يكون موجود وصار إشي ثاني. هذا يعني بنرجع للشمسية اللي كلنا بنتغطى تحتها، اللي هي الأمن الغذائي والإنتاج المحلي، ولا أعتمد على الاستيراد من الخارج. لكن شايف الأمور قاعدة من سيء إلى أسوأ بتجري.
أنا باعتقادي الزراعة هي الأساس وهي الباك بون of our economy I think. ويجب أنه يعني نعتمد عليها وننشطها ونحافظ عليها. فأنا واحد من هالمزارعين اللي موجودين، ممكن أنا يعني حظي أوفر من الناس الثانية لأنه عندي المعلومة الصحيحة، متخصص في الزراعة، بعرف بكون وضعي أفضل شوي، بس باقي المزارعين لا حول ولا قوة.